مساء الخير مشاهدينا، مشاهدي منصة أبو كبير ميديا، كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا دلوقتي أمام أطول فانوس في العالم، أطول فانوس في العالم. لما تدور على البهجة وتدور على الفرحة وتدور على السعادة وتدور على كل روحانيات شهر رمضان، بتروح مناطق شعبية جميلة أهلها بيحبوا يحتفلوا بشهر رمضان المبارك بطرائتهم الخاصة، بالزينة والفوانيس والأنوار والرسومات والحاجات الكتيرة اللي بتحسسك بطعم ورمضان وكمان ريحة رمضان. أي منطقة شعبية تروحها أكيد لها طابع خاص واحتفالات خاصة تحتفل بيها في شهر رمضان المبارك. إحنا دلوقتي موجودين في منطقة بكوس في محافظة الإسكندرية، موجود هنا قدامنا وزي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي أطول فانوس في العالم، أطول فانوس في العالم موجود في منطقة بكوس في اسكندرية، يعني طوله حوالي 16 متر، 16 متر يعني بطول، يعني ممكن حضراتكم تشوفوا دلوقتي كده اللي هي مثلا العمارة اللي هي على الجنب اللي هي على الشمال دي، تعدوا الأدوار، يعني هو بطول 12 دور كده زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. بيعملوه هنا أهالي بكوس يعني بشكل دوري، ولكن السنه دي كان له شكل مميز، يعني لو حضراتكم شايفين كده دلوقتي هنحاول دلوقتي كمان نقرب لكم على الفانوس. الالوان مبهجه، داخل مثلا في 3 4 أو 5 الوان عاملين منظر فوق جميل، عاملين شكل تحت فيه زي شمعه كده، وعاملين قاعده للفانوس اكنه مثلا هيتحط على الارض مثلا، وكمان في فانوس تحت بيلف. هو موجود في منطقه بكوس شارع سينما ليلى، منطقة شعبية جميلة جدا أهلها بيحبوا يحتفلوا بشهر رمضان بالطابع الخاص، يعني عاملين فانوس جميل جدا استمر، يعني عملوا وقت طويل على اللي احنا عرفناه من بعض الشباب في المنطقة، وكمان لما جم يعلقوه قعدوا يعلقوه حوالي كده يوم كامل عشان خاطر يقدروا يعلقوه ويثبتوه الطول ده كله، يعني ما شاء الله، يعني حاجة كبيرة جميلة زي ما انتم شايفين كده، يعني طوله كبير جدا، طوله 16 متر، يعني حاجة كده خرافية. واللي عرفته كمان وسمعته من اهالي المنطقة كمان ان هم نفسهم يخش الحاجة الجميلة اللي هم عاملينها دي، موسوعة جينيس، يعني الأطول فانوس في العالم، ودي طبعا حاجة جميلة عاملها اهالي منطقة بكوس الجمال اللي بيحتفلوا بطريقتهم الخاصة بشهر رمضان. نحاول احنا نقرب لكم دلوقتي فانوس. بنحاول نقرب لحضراتكم يعني ناحية الفانوس كده عشان تتفرجوا وتشوفوا زي ما انتم شايفين كده دلوقتي، اهو زي ما انتم شايفين كده دلوقتي احنا تحت، يعني اعتبر احنا تحت الفانوس اهو، ادي طول الفانوس، حاجة جميلة جدا، ده عاملين له يعني زي قاعدة جميلة، هي في فانوس تحت بيلف، وعاملين شمعة يعني رسمة شمعة بتصميم هندسي جميل، وكمان فيها اللي هي إنارة الشمعة، وادي الطول بتاع الفانوس، عاملين يعني طول الفانوس عاملين لونين الأصفر والبنفسجي، وفوق اللي هو الضلوع بتاعة الفانوس اللون الأزرق واللون البنفسجي، وتحت زي ما حضراتكم شايفين كده الفانوس كبير جدا طوله 16 متر، يعني حوالي طول 12 دور أو 11 دور، يعني ده أقل شيء موجود في منطقة بكوس، المنطقة الجميلة، منطقة شعبية موجودة في محافظة الإسكندرية. زي ما حضراتكم شايفين كده دلوقتي المنظر جميل جدا، يعني فكرة جميلة وفكرة حلوة حاب يحتفل بيها أهالي منطقة بكوس وشباب بكوس، يعني بطابع خاص، يعني بشكل خاص مختلف عن شوارع تانية كتيرة. زي ما انتم شايفين كده دلوقتي هنحاول برضه نبعد تاني عشان تتفرجوا على الفانوس من بعيد تاني. زي ما انتم شفتوا كده دلوقتي معانا الفانوس الجميل ده اللي طوله 16 متر كانه فعلا برج ايفل،
يعني طول برج ايفل ما اعرفش طوله كام، بس يعني ما شاء الله ممكن ده ينافس برج ايفل في الطول ما شاء الله. يعني موجود في منطقه شعبيه جميله، منطقه باكوس في شارع اسكندريه. يعني الناس هنا تعبت واجتهدت وعملت فكره جميله عشان خاطر يقدر الناس تفرح اكتر بمظهر رمضان وروائح رمضان الجميله. والشارع هنا يعتبر اصبح مزار سياحي، يعني الناس بتيجي عشان تتصور مع الفانوس وتاخد صوره معاه سيلفي ويفرحوا، والاطفال كمان بيبقوا مبسوطين جدا بالفكره الجميله دي. يعني اتمنى ان كل الشوارع تعمل فكره جميله زي دي او افكار مختلفه عشان خاطر فعلا الناس في كل مكان تحس بطعم رمضان بشكل مختلف بطريقه مختلفه زي ما عمل اهالي باكوس. الفكره جميله واتمنى ان هي تعم. يعني زي ما حضرتك شفت كده دلوقتي معانا برج ايفل اللي موجود في شوارع الاسكندريه في منطقه باكوس الجميل اللي احتفل بيه اهالي باكوس بطريقتهم الخاصه. هنكون معاكم في لايفات جديده ان شاء الله باذن الله من محافظه الاسكندريه. كان معكم اسلام رضا، منصه ابو كبير ميديا.